الشيخ وفقكم الله. يقول: رجل باعني قطعة أرض من مساحة أرض كبيرة يملكها، ولم يحدد لي مكان القطعة في هذه المساحة، وذلك باتفاق بيننا على أن يسلمها بعد فترة، هل هذا البيع جائز أم هو داخل في الجهالة؟ إذا كنت تعرف الأرض، إذا كنت تعرف الأرض التي باع عليك قطعة منها، تعرف موقعها وتعرف مكانها فلا بأس، ولكن لا تبيعها حتى تستلمها بالتخلية، تحديدها، معرفة حدودها، وتأخذ عليها صك البيع. أما مجرد أنك شريت منه أرض وتبيعها وهي ما بعد وضحت ولا بينت حدودها ولا موقعها فلا يجوز هذا، هذا بيع مجهول. نعم.